هذه السائلة أيضا تسأل عن حكم الذهاب إلى الخياط بمفردها بدون محرم. إذا كان هناك خلوة بأن تخلو مع الخياط في محله لا حرام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخلو رجل مع امرأة لا تحل له إلا وثالثهما الشيطان. وكذلك إذا خشيت الفتنة في الطريق بأن يتعرض لها من يؤذيها أو يفتتن بها أو تفتتن هي به، إنه لا يجوز لها أن تذهب في هذه الحالة. أما إذا أمنت الفتنة في الطريق ولم تخلو مع الخياط فلا بأس بذلك، والمسافة قريبة. نعم. بارك مع تسترها وتحفظها وتجنبها للطيب عند الخروج. نعم. أثابكم الله.